مدرسة متقاعدة 18 عام، والآن 18 عام مديرة مدرسة خاصة. بلشت بالروضة، كانت أول روضة خاصة في محافظة معان. فلما بلشت شغلي كان في عندي معلمتين فقط، معلمة وأنا، وكنت أسوق الباص وأجيب الطلاب. فعانيت من عدم وجود كوادر، عانيت من عدم تقبل الأهالي يعني للأطفال إنهم يطلعوا من البيت، وإنهم كانت يعني في 96 كانت البلد صغيرة كثير. والحمد لله كبرت الروضة لمدرسة في 2008، والآن عندي مدرسة وعندي روضة وعندي تقريبا 18 موظف. أنا بنصح جميع الصبايا والسيدات إنهم يكملوا دراستهم، وحتى لو كانت سيدة مش حاصلة على أي شهادة، بإمكانها إنها تعمل مشروع صغير وتحاول إنها تفيد أولادها من ناحية اجتماعية ونفسية ومادية. سام رضوان، أهلا وسهلا بكم في مجمع الحكاية الترابي. عبارة عن مجمع كامل بشمل المتحف وقاعة الفصيل بساء اللي بنشتغل فيها حاليا، وفي عندنا مشايخ الخشب والسدف والفصيل بساء، والمعرض زاد المطعم. فكرة المتحف هي عبارة عن حفاظ على التاريخ، تراثنا، على فكرنا الأردني الأصيل. طموحنا الأساسي إنه نضع هذا المجمع على الخارطة السياحية بالأردن. يا
مادبا هي مدينة الحسيفساء. حاليا قاعدين نعمل في أكبر لوحة الحسيفساء بالعالم، وإن شاء الله راح ندخلها لكتاب جينيس للأرقام القياسية.